وسعدتم مساء المشاهدين الكرام إلى ما كنتم مسائيتنا لهذا اليوم نستهلها بأبرز وأهم العناوين. الوزاري يلتئم الثلاثاء القادم في جلسة استثنائية والتوقعات تفتح على جميع الاحتمالات. لغة التهدئة تحضر في تصريحات ولد منصور والأخير يؤكد ضرورة الحوار. في ذكرى أحداث رابعة المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني تدعو لمقاطعة النظام السيسي. احتفاء باليوم العالمي للشباب نادي اليونسكو يستذكر دور الشباب في ترسيخ ثقافة المواطنة والسلم الأهلي. وفي مسائيتنا تتابعون أيضا مظاهر البداوة وجهة السامرين وقبلة الهاربين من زوبعة المدينة. وفي فقرتنا قبل الختام نرصد جديد الأنباء ونستنطق مختلف الأحداث. أهلا بكم للتفاصيل. أكدت مصادر حكومية لوكالة الأخبار دعوة أعضاء الحكومة الموريتانية لعقد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء القادم، وينتظر أن يغادر بعده نصف أعضاء الحكومة لقضاء عطلتهم السنوية. وكان نصف أعضاء الحكومة قد دخل في عطلة مع بداية الشهر الحالي، وسافر عدد منهم إلى مسقط رأسه داخل البلاد. وأوقفت الحكومة اجتماعاتها الأسبوعية خلال هذه الفترة، فيما تولى أعضاء الحكومة الذين لم يستفيدوا من العطلة مهام زملائهم المستفيدين منها، وينتظر أن يتبادلوا المهام خلال الاجتماع الاستثنائي الثلاثاء القادم. كما ينتظر أن يحسم المجلس في بعض الملفات الاستعجالية الموجودة على طاولة القصر. وفي سياق آخر، اعتبر رئيس حزب تواصل محمد جميل والمنصور أنهم يعتقدون أن المرحلة القادمة من الناحية السياسية تقتضي قدرا كبيرا من المسؤولية وقدرا كبيرا من الحذر، مردفا أن المسؤولية تتمثل في أنهم كطرف أساسي في المعادلة السياسية للبلد ينبغي أن يدفعوا باتجاه أن تسير الأمور نحو ما أمكن من الانفراج والحوار. وأضاف المنصور أن ذلك يجب أن يتم بناء على الضوابط السابق ذكرها، مردفا أن بلدنا، ظروفنا، محيطنا، خصوصيتنا، السياقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والجغرافية التي نوجد فيها، كل ذلك يفرض علينا هذه المسؤولية ويعزز التعلق بها عندنا. دعت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة إلى مقاطعة النظام الحاكم في مصر وفرض حصار دبلوماسي عليه من كافة الهيئات الدولية والإقليمية، جراء ما وصفته بالممارسة القمعية وجرائمه المستمرة بحق المدنيين. وأضافت المبادرة في بيان أصدرته اليوم بأن ذكرى أحداث فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة تتجدد للمرة الثالثة، معتبرة أن تلك الأحداث دفعت إلى موت الإنسانية في قلوب حكام مصر من العسكر الانقلابيين، وتجمدت ضمائر العالم أمام مشاهد قتل المدنيين العزل بالرصاص الحي وحرق جثثهم بل وحرقهم أحياء، حسب وصف المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني. وجهت النقابة الوطنية للمعلمين طلبا إلى وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد الجاي، تدعو فيه إلى التراجع عن قرار بعدم استرجاع رواتب الموظفين المقطوعة، وهددت بالتصعيد والاحتجاج ضد القرار حتى تتحقق مطالبها. وتشير النقابة التعليمية إلى أن الوزير أصدر قرارا بعدم أحقية المعلمين الذين قطعت رواتبهم باستعادة الأشهر التي انقطعت فيها رواتبهم بعد عودتها. وقالت النقابة في بيان لها إنها أجرت عدة اتصالات مع بعض الأحزاب السياسية في موريتانيا بغية الضغط على الحكومة الموريتانية لتبني شعار التعليم قضية مجتمع. وتأتي هذه التحركات بعد أن أوقفت النقابة التعليمية أنشطتها الاحتجاجية بالتزامن مع استضافة موريتانيا للقمة العربية وفق ما جاء به البيان. تخليدا لليوم العالمي للشباب الموافق للثاني عشر أغسطس، نظم نادي اليونسكو الثقافي الموريتاني ندوة فكرية تحت عنوان دور الشباب في ترسيخ ثقافة المواطنة والسلم الأهلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للشباب. المزيد من التفاصيل مع الزميل عبد القادر ميارة. تخليدا لليوم الدولي للشباب، نظم نادي اليونسكو الثقافي البريطاني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ندوة تحت شعار دور الشباب في ترسيخ ثقافة المواطنة والسلم الأهلي. الندوة حضرها رئيس المركز الثقافي المصري ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب بالإضافة إلى ممثلي هيئات نقابية. رئيس النادي أكد في كلمته الافتتاحية أن أندية اليونسكو تشكل فضاءات ثقافية وتربوية لتهيئة الأجيال الشابة بغية تحمل مسؤولياتها. تشكل أندية اليونسكو فضاءات ثقافية وتربوية لتهيئة الأجيال الشابة بغية تحمل مسؤولياتها اتجاه محيطها الوطني والأسرة الدولية بشكل عام، كما تعتبر فضاء للتدرب على الممارسات الديمقراطية وتقبل الآخر والتعايش معه، وهي فضلا عن ذلك تشكل إطارا أخلاقيا لنشر ثقافة المواطنة والسلم. بدوره رئيس المركز الثقافي المصري أشاد في مداخلته بدور الشباب مذكرا أنه القلب النابض لأي مجتمع، كما أنه البوصلة التي تحدد مستقبل الأمم ومستقبل الدول. كما تعلمون أن الشباب هو القلب النابض لأي مجتمع، وهو الدماء التي تجري في شرايين أي مجتمع، وهو البوصلة التي تحدد مستقبل الأمم ومستقبل الدول. بالنسبة للشباب في موريتانيا، أستطيع أن أقول إنه دولة موريتانيا الشقيقة من الدول المؤهلة لأن يتبوأ شبابها وضعا متميزا، لأنه في الواقع شباب موريتانيا أهم ما يميزه هو الثقافة. وسام تكريم من طرف رئيس المركز الثقافي المصري لرئيس نادي اليونسكو، وكذلك وسام تقدير لنائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، هو المسك الختام للندوة بمناسبة اليوم العالمي للشباب. عبد القادر ميارة، الوطنية. في موسم الخريف وفي ظل تساقط الأمطار تهفو النفوس إلى مظاهر البادية التي تشكل هاجس المواطن الموريتاني، خاصة بعد فترة طويلة من مقاومته لقساوة الظروف التي تمليها المدينة وأزيز مصانعها. عبد الله والبلال ينقلنا لأجواء البادية النابضة في قلب المدينة وانهمار المواطنين على مثل تلك الأماكن الحافلة بالماء والخضراء والوجه الحسن. نتابع. هنا بدأت تباشير موسم الخريف على العاصمة نواكشوط، فأمطرت المزن واقترنت شوارعها بمياه الأمطار، وأصبح الجو غير ملائم بالنسبة للسكان الذين تعودوا في فترة الخريف على الخروج عن العاصمة التي تعتبر غير مناسبة للمقام في هذه الفترة. لوح البرق وجلجل الرعد وسحت المزن فاشرأبت قلوب الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، وتاقت نفوسهم للخروج إلى مراتع الصبا وأماكن الانتجاع في الأرياف والبوادي للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء الفترة بعيدا عن ضوضاء المدينة وضجيجها. ولما للموريتانيين من علاقة بالبدو والترحال، لا تطيب نفوسهم إلا مع اخضرار الطبيعة وخرير المياه وقطعان الأغنام، حين تصفو النفوس ويتصالح الجو مع الطبيعة، عندها فقط يطيب الجلوس على ضفاف البرك المائية التي تمثل منتجعات سياحية في البلاد، رغم عدم استقلالها من قبل العاملين في قطاع السياحة، لكن تبقى علاقة السكان بالبدو علاقة وطيدة رغم كل ذلك. لبست الطبيعة ثوبها القشيب بعد فترة من الإصفرار، وجذبت الزائر والناظر لها في آن واحد بسحر جمالها ولونها الأخضر في واحاتها الغناء ووديانها التي كستها الطبيعة رونقا جماليا ينذر بالخير والطمأنينة والفرح وبساطة الحال. سماء ملبدة بالغيوم وأشجار اخضرت بعد إصفرارها، وحيوانات ترتع في الخضرة الخلابة المجاورة لمياه الغدير، وأطفال يلعبون بكل براءة بجوار القطعان، وكبار يستمتعون بهذه المناظر التي جمعت بين البشر وقرينه الأليف على وجه البسيطة مع الثلاثة التي دائما ما تجلو عن القلب الحزن.
يتجول المنتجعون بين الوديان والبرك بحثا عن أجملها منظرا وأكثرها تشابكا لتفيؤ ظلال أشجار وديانها، لتكون النهاية بجلسة هدوء تنسي المنتجعين ما تعودوا عليه من صخب وضجيج في المدينة، وكأنهم يتمثلون مقولة القائل: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. عبد الله البلال، الوطنية. ومن أجواء الخريف إلى مدينة أطار، حيث تعتبر الحاويات المتحركة التي تنتشر في مدينة أطار مصدرا حقيقيا لتوزيع الخبز بين ساكنة المدينة، وتشكل تلك المهنة بكل حيثياتها سببا لتحصيل الرزق والمعاش بالنسبة للعديد من المبتهلين لها. حاويات الخبز ومهنة التوزيع بعد عرق الإنتاج يجملها لنا التقرير التالي. مشهد اقتناء حاجة الموريتاني من الخبز في جميع ولايات البلاد مشهد شبه مضطرد، بيد أن لبيع الخبز في أطار قصة أخرى، إذ يتخذ أشكالا للعرض تبدو غريبة لبعض الشيء على الأقل لسكان غير أطار، كما يتحد أيضا مع أصناف أخرى من المبيعات اليومية كالخضروات والفواكه ونحوها. ففي هذا السوق الكبير في وسط المدينة يتحدث المبتهنون حرفة بيع الخبز عن مشاكلهم التي في صدارتها مضايقات السلطات الحضرية لهم. بور ما شاء الله زين تبارك الله ما شاء الله، خاصة لنا جبر بلاصة تم نبيعوا فيه من بور عن الشارع، نحن البروتات كاملين لا واقفين في الشارع، ذاك مو زين قالقين الطريق هنا تجي للمواطنين. مشاكل أنستهم الحديث عما يجنونهم من وراء هذه التجارة التي خرجت من المخابز لتجد في ساحات الأسواق موئلا ومكانا. إن السنة والله ثنتين إحنا لا فرحي لا فرحي لا من يقعدوها نقولوا نقول إحنا كنا بذوك أزري قلعونا وطرحوناهم ني طرحوناهم قالوا نم يتقع صد الحياة تقع صد الحياة ولا يدير حد دفع لا يعرف تقعدوا والله لو دول ظلالات نين شروا ظلالات ما نشروا ظلالة ما جات العمى أزرق قطع عشر شهور نعدوا شارينا بس بع لا فوقي قلنا أن ظلالات ما هم مارقين فينا ولا نقدوا نشروهم وعدنا نبنوا الخيام وذو الخيام اللي بانين ظهر كنا إنه وفاهم دول يقولون كفطه كامل الماء وحتى الحجارنا رفضوا. سمة هي طريقة عرض الخبز هذه لمدينة أطار تنبه إلى ثراء في الثقافة وكيفية التعامل مع الظروف وتطويعها. المقبولة العويسي، الوطنية. قبل الختام نتحول إلى رئيس التحرير لحسن محمد لمين وجديد فقرته، نتابع. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة الجديدة ما قبل الختام، والتي نحاول من خلالها أن نرصد كل خبر وكل حدث لم يرد ذكره في مسائيتنا الإخبارية أو ضاق عنه وقت المسائية ليترك لفقرة ما قبل الختام، التي نحاول من خلالها أن نرصد كل جديد علق في ذهني وفي ذاكرة رئيس التحرير خلال طبعا عمله اليومي في غرفة الأخبار، ومن خلال أيضا حصوله على معلومات متفرقة ومختلفة حول جميع الأحداث التي دارت في هذا اليوم الذي كنا بطبيعة الحال في غرفته الإخبارية، وكنا أيضا نحاول بين الفينة والفينة أن نقف على كل جديد من الأحداث الوطنية بطبيعة الحال. إذن فقرة ما قبل الختام هي فقرة يطل من خلالها رئيس التحرير بكل جديد في جعبته لم يتم تناوله في المسائية الإخبارية وضاق عنه الثوب الرسمي لهذا الموعد الإخباري. وسنبدأ بطبيعة الحال فقرتنا ما قبل الختام بالعنوان الأول الذي سنتناوله بإذن الله في هذه الفقرة والمتعلق أساسا بالسجين والصلاحي وآمال العودة المرتقبة. تعلمون مشاهدينا الكرام بأن ملف السجين والصلاحي عفوا هو ملف يشغل الرأي العام الوطني خاصة بعد الأنباء القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة أساسا بأنه سيعود إلى وطنه في أقرب الأجال. الجميع عاش على أمل عودة السجين والصلاحي إلى وطنه وأيضا إلى عناقه لأسرته بعد فراق
طال أمده. الجديد حول هذا الخبر وحول هذا الملف هو ما طالعنا في غرفة الأخبار اليوم من خلال إشرافنا على التحرير الإخباري اليوم للمسائية الإخبارية والمتعلق أساسا بالمعلومات التي تقول بأن العد التنازلي لعودة السجين والصلاحي بدأ بالفعل وبدأت الأنظار تتجه إلى بطبيعة الحال مطار نواكشوط الدولي وإلى عودة السجين والصلاحي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن سجن غوانتانامو تحديدا الذي ربما كان من ضمن السجناء فيه خلال الفترة الماضية كلها. لكن أيضا الأنباء الرسمية لم يخرج منها حتى الآن إلى العلن ما يمكن أن يؤكد بالتاريخ وبالوقت وبالزمن وبطبيعة الحال ما يمكن أن يعطينا معلومات رسمية حول اليوم والموعد الرئيسي لعودة السجين والصلاحي إلى أرض شنقيط إلى بلاده وإلى عائلته في موريتانيا بعد هذا الغياب الطويل وبعد هذا الفراق الذي عانت منه عائلته هنا في العاصمة نواكشوط. على أي حال هي معلومات تم تناولها في الصحف الوطنية وربما عنوان حضر بشكل أساسي في أغلب مواقعنا الإلكترونية وفي أغلب وسائل إعلامنا المكتوبة لهذا اليوم، وقد اصطدمنا به في غرفة التحرير لهذا اليوم وكنا على اطلاع شديد بحيثياته من خلال بطبيعة الحال رصد الموعد كما قلت الذي سيعود فيها السجين والصلاحي، وهو ما لم حتى الآن يكشف عنه ولم أيضا تخرج به قرارات رسمية أو حتى تصريحات من الجهات المعنية داخل الحكومة الموريتانية، لكن الجميع يعيش على هذا الترقب ويعيش على أمل هذه العودة. العنوان الثاني الذي حضر في غرفة الأخبار في مسائية قناة الوطنية وطبعا خلال تحريرنا اليومي لهذه المسائية هو العنوان أيضا المتعلق أساسا بالجارة السنغال بجمهورية السنغال، حيث بددت جمهورية السنغال على لسان وزير خارجيتها في تصريحات رسمية من الحكومة السنغالية كل الشكوك التي ربما طالعتنا بها الصحف الوطنية والعالمية وكل الشكوك التي ربما ضرب الودع حول إمكانية أن تكون هناك خلافات وغيوم تلبد أجواء العلاقات بين السنغال وبعض دول الجوار التي تجاور هذه الدولة. خرجت إلى العلن تصريحات رسمية من وزير الخارجية السنغالي الذي أكد بالفعل بأنه ليست هناك أي خلافات بين جمهورية السنغال وبين جارتها من الدول، وبأن أيضا السياسة العامة المعتمدة لدى الحكومة السنغالية هي سياسة تأخذ بعين الاعتبار وتضع في رأس الأولويات تحسين دائما العلاقات مع دول الجوار والإمساك بزمام قوي على هذه العلاقات وتطويرها في كل الآجال القادمة. إذن هي تصريحات رسمية من وزير الخارجية السنغالي ربما قطعت الطريق على عديد الشكوك التي بدأت تنبس بها شفة بعض المحللين وبعض المراقبين السياسيين، وحتى بدأت تتعالى على أوراق وصفحات الجرائد والصحف الوطنية بين الفينة والفينة حول إمكانية تلبد غيوم العلاقة بين الجارة السنغال وبعض الدول المجاورة لها. وهنا وضعت جمهورية السنغال بتصريحات رسمية وبإطلالة من وزير خارجيتها نقطة نهاية لهذه الشكوك وعادت إلى السطر في تطوير العلاقات الثنائية التي تجمعها بدول الجوار خلال الأجال القادمة، كما أكد ذلك وزير الخارجية السنغالي في إطلالته الأخيرة وفي حديثه للصحافة السنغالية مؤخرا. العنوان الثالث الذي ربما من بين العناوين يشد انتباه أي محرر وربما يلفت انتباه المتتبعين للشأن الوطني بشكل عام هو العنوان المتعلق بالمجلس الأعلى للشباب، هذه الهيئة التي تعلمون مشاهدينا الكرام بأنه تم إنشاؤها مؤخرا وتم رفع الستار وإعطاء الضوء الأخضر لمزاولتها أعمالها بشكل رسمي من قبل الحكومة الموريتانية بعد الإعلان عن تشكيلتها النهائية سواء
ما تعلق بالمجلس بالمكتب التنفيذي عفوا أو بتعيين رئيس لهذه الهيئة، لكن رغم تشكل الهيئة في ثوبها الجديد ورغم أخذ كل من المكتب التنفيذي لمكانه ولمقعده داخل التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي، إلا أنه ظلت الأسئلة تحوم حول جدوائية المجلس الأعلى للشباب، وظلت الأسئلة أيضا تحوم حول فاعلية هذا المجلس وحتى حول وجوده من الأصل، خاصة بعد القمة العربية الأخيرة التي ربما كتب الكثير من المراقبين السياسيين عن غياب شبه تام لفاعلية المجلس الأعلى للشباب داخل التنظيمات الشبابية التي شاركت في القمة العربية مؤخرا، وهو ما وضع السؤال المفصلي المتعلق بأين المجلس الأعلى للشباب، وهو ما يدفع الكثيرين من طبيعة الحال متتبعي الشأن الوطني إلى طرح هذا السؤال. على أي حال، نحن شاهدنا في الفترة الأخيرة وفي ظل تخليد العالم لليوم العالمي للشباب، شاهدنا ظهورا ربما خجولا لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب ولرئيسه، وتصريحات ربما مواكبة لليوم العالمي للشباب أكدت فيها أو أكد فيها القائمون على المجلس الأعلى للشباب تخليدهم لهذا اليوم، أن موريتانيا ستكون من بين الدول المخلدة لليوم العالمي للشباب، وتحدثوا عن بعض القضايا المتعلقة للشباب، لكن هذه الإطلالة وهذا الحديث ربما هو ما لفت الانتباه لعديد متتبعي الشأن السياسي الوطني، وجعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي تكثر التعليقات ويكثر الحديث عن هذه الهيئة وعن فاعليتها، وأيضا هو ما دفع بالعنوان الذي نراه على الشاشة أين المجلس الأعلى للشباب، دفع به إلى واجهة العناوين الرئيسية في عديد الصحف الوطنية، وبطبيعة الحال كان هذا الحدث من بين الأحداث التي شدت الانتباه لرئيس التحرير في غرفة الأخبار وللطاقم العامل في إعداد هذه المسائية الإخبارية، وهو ما تركناه لفقرة قبل الختام. العنوان التالي أيضا وهو عنوان مهم وبالغ الأهمية، خاصة إذا ما علمنا بأن عديد القضايا التي تمس الاهتمام الوطني وعديد ربما القضايا الكبرى التي يعلق عليها الأمال ترتبط به أساسا، وهو الحوار الوطني، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز في زيارته للنعمة، والتي تحدث فيها عن ضرورة إنشاء الحوار الوطني بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني وبين مختلف أطيافها السياسية، وأكد أن الحضن مفتوح لجميع التشكلات والتشكيلات السياسية للدخول في هذا الحوار الوطني الشامل، والذي تريد كما قال الرئيس محمد عبد العزيز من خلاله الدولة أن تخرج بتوصيات مهمة لوضع اللبنات الأساسية للمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد. هذا الحوار الوطني ولعظم أهميته ولكبر كل الأحداث المتعلقة به أيضا يحضر دائما بقوة في ذهن أي معد للأخبار، ويحضر بقوة في ترتيبات أيضا كل رئيس تحرير لأي مسائية إخبارية، وبطبيعة الحال حضر بقوة في طاولة التحرير هذا المساء، وكنا نترقب كل جديد حول الحوار الوطني ربما هو الغائب الذي طال انتظاره، لكن ما نؤكده من خلال فقرة ما قبل الختام هو بأن الغائب الوحيد وربما العنوان الأبرز الذي كان غائبا وكان حاضرا في قلوب المحررين وفي قلوب الطاقم التحريري لقناة الوطنية هو الحوار، حيث لم نجد أي جديد حول الحوار الوطني، حول توقيت انطلاق فعاليات الحوار الوطني بين التشكيلات السياسية، حول جدية المشاركة في الحوار الوطني، حول المشاركين والمخلفين عن هذا الحوار الوطني. كل المعلومات كانت منعدمة حول الحوار الوطني في طاولة التحرير اليوم، وهو ما لفت أيضا الانتباه وكان مثار اهتمامي في رئاسة التحرير، خاصة أن الموضوع له أهمية كبرى ويترقبها الشارع الموريتاني بكل أطيافه، لكن كل ما لدينا عن الحوار الوطني هو آخر التصريحات وآخر ربما الأنباء التي استقطبت اهتمام الصحافة الوطنية وبرزت على عناوينها الرئيسية والمتعلقة أساسا بتسريبات أو تصريحات لبعض المسؤولين في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وفي المعارضة الموريتانية، تتعلق بأن هناك ربما اتصالات وتواصلات بين الحكومة الموريتانية وبين الطيف السياسي المعارض داخل البلد من أجل
الإطلاق الفعلي للحوار الوطني وإعطاء الدور الأخضر لهذا الحدث الذي تترقبه موريتانيا بكامل تشكلاتها وبكامل أطيافها الاجتماعية والسياسية وحتى الحقوقية، لأنه سيكون حوار وطني شامل على حد تعبير الحكومة الموريتانية التي تعد العدة له. هذا كل ما في شعبتنا في فقرة ما قبل الختام لهذه الليلة والمتعلق بالعناوين البارزة والرئيسية التي ربما لم تحضر في واجهة المسائية الإخبارية اليوم، لكننا أصررنا على حضورها ضمن فقرة ما قبل الختام وعلى التعليق أيضا على أهميتها وعلى مستجداتها، ورصدنا كل جديد يتعلق بها واستنطقنا أحداثها في هذه الفقرة، فقرة ما قبل الختام. لم يبق لي إلا نعود إلى زميلي أحمد يوسف ليسدل ستار النهاية على مسائيتنا الإخبارية. إلى موعد إخباري آخر وفقرة جديدة من ما قبل الختام، لكم تحياتي، دمتم بأمان. إذن جزيل الشكر لك زميل الحسن. إلى هنا تنتهي مسائيتنا لهذا اليوم، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. الوزاري يلتئم الثلاثاء القادم في جلسة استثنائية والتوقعات تفتح على جميع الاحتمالات. لغة التهدئة تحضر في تصريحات ولد منصور، والأخير يؤكد ضرورة الحوار. في ذكرى أحداث رابعة، المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني تدعو لمقاطعة نظام السيسي. احتفاء باليوم العالمي للشباب، نادي اليونسكو يستذكر دور الشباب في ترسيخ ثقافة المواطنة والسلم الأهلي. وفي مسائيتنا تابعتم أيضا مظاهر البداوة، وجهة السامرين وقبلة الهاربين من زوبعة المدينة. وفي فقرتنا قبل الختام رصدنا جديد الأنباء واستنطقنا مختلف الأحداث. لكم جزيل الشكر على كرم المتابعة، في أمان الله.